بعد سقوط اللانظام إلى هذا اليوم لم نرى أي تحسنا في الكهرباء، بل من سيء إلى أسوأ. نرى أن الدول الفقيرة عندما تسمع بالأخبار أنها لا تطفأ الكهرباء عنها، أما الآن وبعد من ادعوا الحرية والديمقراطية لا نرى أي تحسن. سبحان الله، من سيء إلى أسوأ. ارجع الكهرباء زين، ما اقول لك 24 ساعه ما يخالف، هم لو 20 ساعه واربع ساعات تنقطع، 15 ساعه 10 ساعات تنقطع ماكو مشكله. ورجع المي، لا مي شرب ولا مي غسل. يا اهل الرضا، انت مسلم؟ صلوا عليه وسلم.